العاصمة الفرنسية باريس ما زالت على موعد مع الأناقة من خلال أسبوع الموضة. العروض التي نظمت مؤخرا كانت مميزة، كيف لا، ونجم التصاميم الجاهزة جون بول غوتيي كان حاضرا من خلال مجموعته الأخيرة. ثمانية وثلاثون عاماً في مجال الألبسة الجاهزة، الكثير والكثير من الملابس، وربما لا يكفي من الناس لارتدائها، لذا فلنترك الفرصة للشباب. تصاميم الملابس الجاهزة لا تنتهي مع فيفيان ويستوود التي أكدت أنه ما زال أمامها الكثير. مجموعة ويستوود التي أطلقت عليها جولدن لابل لربيع وصيف 2015 طغى عليها نوع من السحر القصصي مع لمسات تأثيرية لحماية الطبيعة والكوكب.